قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أجرت تدريبات واسعة النطاق بالمدفعية قرب بلدة ونسان الساحلية شرقي البلاد في الذكرى 85 لتأسيس جيشها. وأكد الجيش في بيان له أنه يراقب عن كثب أي تحرك محتمل لقوات كوريا الشمالية. وتأتي هذه التدريبات بالتزامن مع وصول غواصة أمريكية نووية إلى كوريا الجنوبية. في عرض للقوة وإصرار على الاستعداد لأي احتمال، تواصل الولايات المتحدة تطبيق أقوالها بأفعال حشد قطاعات من ترساناتها العسكرية والاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، آخرها وصول الغواصة ميشيغان النووية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية. تزامن ذلك مع اجتماعات خبراء الأسلحة النووية من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو لمناقشة رفض بيونغ يانغ التخلي عن برنامجها النووي. سول قالت إن جارتها لم تبدي أي مرونة أمام هذا العزم الذي تقوده واشنطن وحلفاؤها لجلب بيونغ يانغ إلى بيت الطاعة، وعبرت عن ذلك من خلال مناوراتها الأخيرة والتي أعلنت عنها في أن جارتها الشمالية نشرت عددا كبيرا من وحدات المدفعية البعيدة المدى في منطقة وونسان على ساحلها الشرقي. أسرع وتيرة التصعيد هناك بعد ورود معلومات استخبارية من واشنطن ودول المنطقة تفيد بأن بيونغ يانغ بصدد إجراء تجربة سادسة لإطلاق صاروخ باليستي تزامنا مع احتفالتها بالذكرى 85 لتأسيس جيش الشعب الكوري الشمالية، ومهدت بشكل مبطن لشعبها ببيان للقيادة في أن الحصول على التكنولوجيا النووية وتعزيزها من حيث النوعية والكمية تحت راية متابعة التنمية الاقتصادية تثبت مرة أخرى أنه قرار كان صحيحا. يقول خبراء في الشأن الكوري إن نظام كوريا الشمالية يرى أن بإمكانه رفع سقف مطالبه في حال حدوث مفاوضات، وأهمها رفع الحصار دون تقديم تنازلات مؤلمة بخصوص برنامجها الصاروخي النووي والذي تعده بيونغ يانغ مصدر قوتها الأساسي، وأن تجميع كل طرف قوته وتعزيزها يعيد وبقوة هذه المرة معضلة شبه الجزيرة الكورية إلى مقدمة الاهتمام والمخاوف عالمياً. وفي حال خرجت الأمور عن السيطرة فالحرب القادمة ستكون نووية وبامتياز.